بطبيعه الحال اللي انا ممبر في الخليه نتاع المجابهه نتاع الكورونا في وزاره الصحه، وانا بمهنتي ما تجيش انا من ترى انا لو تو انتم جيتوني البيرو، اما انا ما نقعدش انا في البيرو، انا ديما برا ندور ديما على الامبولانس ولا برا ولا نتحرك. دونك بطبيعه الحال معناها ما غير ما غازروا لي فهمت روحي هذيك مهنتي باش نعملها باش نمشي هنا وهذاك هو. ولكن زاد نقول لك اللي ثم برشا كانوا مستعدين زاد كيف كيف. ونزيد نقول لك اللي احنا فضلنا نقصوا لو ماكسيموم، كنا خموا باش نعملوا ديزيكيب كي سورليف روليف تولي 48 اور تولي 3 جور ايكيب، وقتها يكثر الكونتاكت معاهم الدخول والخروج، وهذاك يكثر من الريسك. البو عنده شركه يخدم هذيك، عنده شركه باهيه معناها وعنده ولده عمره 15 شهر عامر 3 شهور وزوجته اللي هي طالبه تعمل الدكتوراه زاد غادي، وفما سبعه اخرين في السبعه ثم بنيه طالبه تعمل في الدكتوراه زاد الهندسه المعماريه هذولي، وفما البقيه طلبه وفيهم واحد عنده دكتوراه ويقري في الجامعه في الشيء يعني نابغه تجم تقول العيد بالكدا ياسر. هذا ما هم كلهم السن نتاعهم يجيو قد ولادي كلهم ما بين 24 23 حتى 30 32 صغار. واحنا ما نكذبش عليك انا البرومي كونتاكت اللي عملته معاهم هما دوب ما هبطوا من الطيارة أنا فحصتهم شلون خليت لهم التمبيراتور نتاعهم، ومن بعد إيميديتمون طلعوا في وسيلة النقل اللي باش يمشوا فيها. وهاك الفترة اللي مشينا هذيك قعدنا شي ساعتين ولا ساعتين واش نمشيو في المكان اللي باش نمشيو فيه للعزل، لو برومي كونتاكت تعمل معاهم أنا ما نعرفش المكان، ما نعرفوش لا أنا لا عائلتي، أنا ما نعرفوش كل بكل، وما حسيتش باش نعرف. الأمن الصحي كل ما حاجه تحس الامن القومي راه تتسطر معناها من القانون التونسي يلزمك معلوماتك في غادي. وصلت لهم الاخبار نتاع اوتيل ما حبش ياخذهم ومنطقه بلديه زاد رفضت، هذيك خليت الرد فعل نتاعهم وطنيه كبيره اكثر والتعامل اكثر، وظهروا اللي هما ما همش مخطرين يعني هما معناها تونس. قلقتني ياسر حكايه البلديه اللي ما تجيبوليش وما دام معنا ايه هي ولا غيرها ما غير ما نسمي انا فانا ولا مش هي وحدها راهي مش هي وحدها اما بلدي اخرى اما بلدي خلينا نتحكم احنا سبيتاراتنا ولا ماش نحكموا فيهم سبيتارات وزاره الصحه ملكنا احنا ملك وزاره الصحه راقبه فيها مرضتنا لا ما تجيبش وما تحطش فيه شنو انا معناها غدوه تولى تيبركلو ما عادش نزوم لريانا ولي سيدايان ما نحطوهمش في الرابطه دوا سايبهم في الشارع هكا انا راهو مهنتنا داوي الناس كل كي خلطنا المكان العزل ظلام وقع ظلام فهمتي وقتها وخذوا بيوت مفاهمناهم كل واحد كيفاش يقعد في بيته وكذا الوليد الصغير صحيح هو وليد معناها تو يشوفني بالكومبينيزون هكاك بتاتر بعد نهارين من زمان تخلف الجو اماكن مهيئه للاقامه للراحه باش يرتاحوا باش اون ميم تون مهيئه للصحه نتاعهم تكون ايري كونفيني يجموا يدوشوا ياخذوا عندهم جميع الامكانيات ما يقلقوش لازم نوفروا لهم الامكانيات باش يشوفوا العالم الخارجي والتلفزه وبارابول وسو عندهم الواي فاي يكونتاكت لو فامي نورمالمون احنا ما نسفسيش باش نقولوا لهم لا يكلموا عائلاتهم اما هما منضبطين حتى الاكل خاسر الاكل بتاعهم مش اكل يعني اكل ايبر كالوريك تري ريش اون بروتين هذا هي بروك مونتي لي ديفونس باش لي زيمينيتي نتاعهم تكون اقوى الا لا قدر كان واحد تاثر عليه حصانته تكون اقوى التمبيراتور نتاعك نحقق لك ما تعداتش 37 كلهم تعداتش توصيات بيهم معناها هما راهو ما نكذبش عليك معناها انا ما سقيت ما نوصي ما وليدات ما مثقفين طلبه معناها احنا حد شيء معناها ناس ما نتجمش حتى طلعت لهم حتى من واحد انتهى احنا ما نخرجوش انسان عنده واحد في الالف ريسك يخرج واحد في الالف يخرج الف في الالف ما عنده حتى ريسك هذه اللعبه معناها ما ندخلوش في الموندر ريسك ما ندخلوش فيه ان شاء الله فهمت ازمه تعدي من هنا لشهر من زمان اذا كان جاتهم تعليمات في الرجوع بالسلطه التونسيه تقول لهم فاش عندكم علاش تخافوا احنا عندنا سفاره غادي ونستخدم فيها مازالوا يخدموا غادي طلعتونا كل شيء
قولوا لنا كل شيء اوكي، قولوا لنا لا لا، قولوا لهم لا. سبيسياليتي في التجربه هذه هو الخلطه بتاع جروب ريستوران، يلزمك تخلي لهم المورال نتاعهم بوزيتيف ديما، ما يجيهمش قلق، ما يجيهم حتى شيء، ما يترخوا وينضم. معناها يلزمك ديما عينيك تغزر لهم، انت ما تراش، ترى كمامة وتاع العينين، من العينين لازمك تطلع، متقلق ولا مش متقلق، مو سهل. معناها تفهموا، اليوم تابعوا في الوضع العالمي، بالحالة بالبلاد بالبلاد بالبلاد، والمنظومة اللي موجودة توا في البريفنسيون قاعد كيفاش قاعدين نعسوا، تنجم تتغير، تنجم تتغير انت والتغير نتاع الفيروس، تنجم تجي تعليمات من لو ام اس نغيروا. وحنا نراقبوا كل البلاد تعطي في المعلومات نتاعها، فما اجتماعات في العالم قاعده تصير دوريه، والاحتياطات تنجم تتبدل. يلزمنا يعني نقوموا بال في المعابر البريه والبحريه والجويه بالاخص، اما ثم راج بلايص اكثر ريسك من بلايص. مطار تونس كرتاج لا يمثل مطار توزر، طلعت منه البارح واحد منه البارح، لا يزايرو بور اللي فيهم لي فول انترناسيونو، واللي فيهم يجيو منهم طيارات من بلدان تعمل دي فول مع الشين. احنا ما عندناش فولات مع الشين، احنا تونس ما عندناش خط جوي ديريكت مع الشين، اما ثم خطوط تهبط لتونس، يجيو الناس من الشين يهبطوا فيها، كيما تركيا دبي، كيما الدوحه، كيما باريس، كيما روما، فهمت، المغرب، الجي مثلا، هذوما. دونك احنا الاحتياطات اللي معناها ردوا بالنا، شنو ردوا بالنا؟ هما ردوا بالنا من الناس اللي في الفترة 14 يوم اللي قبل كانوا في الصين، يكونوش حتى عملوا ترانزيت، يكونوش حتى عملوا اسكال في الصين وخرجوا، هذاك ما نتبعوه. انا اي زيرو كا بوزيتيف في تونس، زيرو كا اللي حللنا لهم الكل واللي شكينا فيهم كل نيجاتيف، وفي فتره الكارانتين نتاعهم ما ظهر عليهم حتى شيء، اللي مشوا على ريحاتهم خرجوا. ونتبعوا في برشا حالات اللي في ديارهم، نحطوا لهم الكمامات في ديارهم باش ما يكونتاكتيوش عائلاتهم، ونعرفوا شكون عائلاتهم شكون معاهم، نسميهم زاد، نقعدوا نتبعوا حتى في الناس اللي معاهم في الدار، اولاد ولا مرته ولا كذا، ونعلموهم لازم تقعد في بيت، وماذا بك ما تدخل ما تبوسش وما تقربش ولادك، وماذا بك ما كلتك تجي وتتخل، معناها البلاتو كيفاش يتغسل وكيفاش كذا، هذا ما كلهم. ولو هي لا كونتاميناسيون، نزيدو نعاودو، لا كونتاميناسيون بور لو مومون الي ايروبورتي، يعني نفس تحت المترو تحت 60 سنتي، يقهر في وجهك، يعطس في وجهك من فم الفم. هذاك علاش اي انسان تشك فيه جامس عنده سخان، اول حاجه تحط له الكمامه. تم مرضات تظهر عند القر، عند ليفاش، هذا كاش علاش الفيترينير موجودين على الحدود، وزارة الصحة الفيترينير وزارة الفلاحة يعسوا على أي حيوانات تدخل من البلدان، ليش مرضات في بلدان حدودية بعدين يبعثوهم من الغنم نتاعنا، ولكن المرضات تجم تتعدى اللعبات. خرجوا دي فاريتي اللي الريزرفوار هو ما عادش الخفافيش، دوت الريزرفوار سكوندير اللي هو جمل، الجمل في السعودية ما تعرف عاش في الصحراء، وعاش شو تأقلم الفيروس لك الصحراء هذيك والسخان هذيك، وقعد دي كونتاميني حتى في الصيف. علاش هذا ما نخدوش عليها فهمتني، أما نقراوها على حسابها. وراي خلية الأزمة في وزارة الصحة فيها خبراء، خبراء كبار في الدومين نتاعها، فيها برشا وزارات، فما سبع وزارات، ستة ولا سبع وزارات. عندنا الدفاع الوطني، وعندنا الداخليه، وعندنا الفلاحه، وعندنا السياحه، وعندنا معناها برشا النقل، وعندنا برشا وزارات في الخليه، وعادتين حاطين المبنى نتاعهم فهمتي، والناس الكل يد في اليد. وهذا راهو نجاح للناس الكل، واذا كان نجاح الطب هو نجاح الدوله. ايفولوسيون قاعده تركع، قاعده معناها لا كورب دو كونتاميناسيون قاعده تعمل في بلاتو. خرج ياسر اخبار غلط، راهو ياسر اخبار غلط، هكا تشوف فيهم في الافلام هكا اللي قاعد وطاح مسطره انت مات، مش صحيح، العبد ما يكونش قاعد تاعي موت هكاك، لا هما ضربوه بكرتوشه ولا حاجه، ولا عنده حاجه اخرى ما هيش المرض نتاع الوالد، يقعد يقاسي بيهم يكح ويمشي للسبيطار اكسجين ومن بعد اي مات، ما يكونش قاعد، هذه جلطه قلبيه ولا جلطه دماغيه ولا حاجه اخرى اللي هي مش السبب نتاع المرض هذا. الشعب التونسي يلزمو يعطي الثقه في امكانيات الدوله التونسيه، راهو امكانيات راهو خاصه ليه هو مش حاجه اخرى.